السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ازيك يا حضره الصلح عبد المولى؟ انا جاي لك في مصلحه تخصك. انت مين وتعرفني منين؟ محسوبك رجب، رجب الفرخ، وانت طبعا عمنا الخير والبركه قلم المرور كله. خير ان شاء الله، مصلحه اللي عايزني فيها، بس بسرعه، ان انا لو غفلت دقيقه عن الطريق المرور ممكن يحصل له قفله. لا ما تقلقش، خير ان شاء الله، مش هناخد وقت. بس قبل ما ناخد وندي مع بعض في الكلام لازم يبقى في بينا عيش وملح يا حضره الصوت، ولا ايه؟ يلا بسم الله. ايوه بس انا لسه فطران. اتغدى الا ضاني ولا كندوز؟ انت عايزها ايه؟ انا باخد فكره بس. لا بنت عسل، كل على راحتك، على اقل من راحتك. ونستنى بقى عشان الكلام يحلى. نار هلا. فكرك يا حضره الصول الناس اللي سايقه العربيات دي كلها وراها حاجه مهمه؟ ابدا. وبعدين يعني لما تكون الناس دي كلها في الشارع، امال مين اللي هيبقى في الشغل؟ الغلابه اللي زي حالاتي. كان الله في العون. انا بقى جاي لك عشان كده بالظبط. خير ان شاء الله. كل خير ان شاء الله. احنا ربنا رايد لنا حضره الصول مع بعض لقمه عيش حلوه. ركز كده في الميدان، بص على الاشاره الحمراء اللي لسه مقفوله. مالها؟ شايف ايه؟ حمراء. ما انا عارف انها حمراء يا حضره الصول، وانا قلت لك حاجه. انا بقول لك يعني ايه رايك في الموضوع؟ العربيات متكربسه واحده ورا الثانيه. الله ينور عليك. طب والنبي شايف العيال الغلابه والناس المسكينه اللي بتسترزق حوالين العربيات دي؟ ما دول الواغش. واغش ايه يا حضره الصول؟ حرام عليك، دي عيال غلابه ومسكينه بتسترزق من العربيات، اللي رجله مقطوعه واللي عينه طايره. بس خلي اللقمه الحلوه اللي نزلت جوه تفضل مطرحها. ايه المصلحة؟ أنا عايزك تراعي العيال الغلابة دي يا حضرة الصول. أراعيهم إزاي؟ وأنا بإيدي حاجة؟ ده أنا لولا الملامة كنت نزلت شحت معاهم. الله أكبر. ما هو ده بقى اللي أنا جاي لك عشانه بالظبط. خير، فسر كلامك. الإشارة الحمراء لما تبقى حمراء اصبر عليها شوية، طول بالك عليها حبتين، وما تستعجلش على الإشارة الخضراء، ما هي موجودة. وايه الحكمه من كده؟ العيال الغلابه اللي بتسترزق حوالين العربيات ديت تلاقي فرصه تسترزق، وكمان الزبون يلاقي فرصه يطلع فيها الحسنه من جيبه، والحسنه بتعم وانت سيدي العارفين. بس انا في ظباط مش راح مني، كل شويه تفتيش ومرور. ساعه التفتيش والمرور شغلك 10 على 10 والاشاره بالثانيه. والحسنه دي قد ايه؟ كام يعني؟ 5 جنيه مجمدة آخرة كل وردية، والخمسة جنيه بتزيد واستحالة تقل، ما تقلقش. ها؟ إيه رأيك؟ اتكل على الله. نعم؟ اتكل على الله، شوف شغلك وأولنا من بكرة. ألف هنا وشفا. تعيش. نخليها شوية؟ خليها.